حياكم الله مجددا في أهلا بالعرفج. في مرة سابقة عرضنا أحد الفيديوهات للمغرد الإماراتي الأستاذ سعيد الرئيسي. اليوم الأستاذ سعيد أكرمنا بقبول دعوة أهلا بالعرفج في أن يكون في فقرة المشي مع العرفج. ماذا قال؟ ما علاقته بالمشي؟ وما الذي يلهمه المشي أو يمكن أن ينتج من أفكار لسعيد الرئيسي؟ نتابع ونعود. يا هلا بالعرفج صديقي في فقرة المشي لهذا اليوم. أول شيء فخور أن أكون معك رغم فارق الزمان والتوقيت، ولكن نورك عن بعد يشتت وحشة الممشى. نعم أنا لا أسير وحيدا، فنورك عن بعد مسليني ويصحبني، فمس النور. فقبل أخوض في سوالف المشي، أنا بالنسبة لي برنامج يا هلا بالعرفج برنامج بمثابة لقاء السحاب، اللقاءات اللي يجريها والحوارات والمواضيع اللي تنطرح فجأة بدون مقدمات. شفت عمري خيالا في سحابة، أنا شو طلعني معاكم فوق؟ ففعلا برنامج يا هلا بالعرفج خلاني أقتنع بشيء اسمه قانون الجذب. أنا من محبين هذا البرنامج وفقرات هذا البرنامج، فجأة شفت عمري ضمن محتواهم. فشكرا لكم أنكم أتحتوا لي الفرصة أني أكون جزء منكم. ندخل على أسئلة العرفج العادة، برنامج أو فقرة المشي على سناب العرفج. في سؤالين، سؤال ما هي علاقتك بالمشي وشو الأفكار اللي يتك وانت تمشي؟ الحين بقول أيوة، علاقتي بالمشي تقريبا أشبه بعلاقة حب شرقية، إن شاء الله ما حد يزعل علي من التعبير هذا. يعني فيها قل اهتمام شوية وفيها قل عطاء، بس في الأساس أنا أحب المشي والمشي يحبني، فلما أرجع أمشي يتقبل خطاوي الممشى، لأن في الأصل إحنا نحب بعض. فلست شغوفا ولست مهملا، يعني بينها وبينها. أما عن الأشياء اللي تعلمتها أثناء المشي أو استوحيتها من المشي، تعلمت أن أحتفل بكل خطوة أخطيها للأمام مهما كان الشبر ضيق. دامني خطيت خطوة للأمام فهذا إنجاز جديد يضاف إلى مشواري مهما كان طويل. فلا يخالطنك الملل ترجع أدراجك، لأن الرجوع للوراء يكلف جهد أيضا. فمدام أن جهد بجهد خلك على هدف طوالي. شكرا لسعيد الرئيسي، وأظل منحاز لسلاسة ولباقة في الحديث وتدفق الحديث على لسانه. على المستوى الشخصي أنا أعتقد يمكن سعيد يطلع في فيديوهات كثير ساخرة، لكن خلف هذه السخرية مستوى عالي جدا من الثقافة واضح في حديثه وفي كلامه. تفضل دكتور. والله هو سعيد وأسعدنا أن نطل معنا. صحيح، اسم على مسمى. اسم على مسمى، وأيضا فعلا إذا هو قال شفت عمر خيال في سحابة، فنحن أيضا نشوف عمرنا معاك وأنت تطلع معنا تتحدث بهذه الطلاقة وهذا التدفق أيضا. وعجبني تشبيه أنه علاقة الرجل الشرقي يعني فيها جزء من الإهمال، هذا إسقاط على الحب. الرجل الشرقي وانت رجل شرقي بإمكانك الدافع عن نفسك، أنا ما لي علاقة في هالأمور. أيضا ما لك علاقة لأنك وشو منت شرقي ولا لك علاقة في الحب؟ لا بالعكس، أنا وأنا صغير يسموني أحمد الشرقي في المدينة. لا ما لي علاقة، لأنه موضوع الحب هذا موضوع كثير اللغوصة، ولا حب أدخل فيه، لأنك تدخل تتورط ما تطلع من الناس. إن قلت حب مشكلة وإن قلت ما تحب مشكلة. طيب. إن حكينا ندمنا وإن سكتنا قهر. لا بس يهمني، شوف يهمني بشيء بسعيد، وأتمنى الجيل الصاعد يهتم. شوف الدنيا مثل الفراشة والشهرة مثل الفراشة. الفراشة إذا طردتها تتعب تصيدها، لكنك لا قعدت كذا جت وقعت على كتفك. سعيد اللي يعجبني فيه إنه ما يسعى للشهرة، ولذلك تجي الشهرة. أنت تسعى للشهرة لا يمكن تجيك، زي الدنيا زي المال، المال تركض وراه زي ما كل ما قفيت ناداني تعال، كل ما قبلت عزم بالرحيل. الحقيقة غدت مثل الخيل، هو عدوي وهو فخل. أنا مستحي أقول أن الفلاسفة يقولون أنه أيضا المرأة كالفراشة، تركها تجري خلفك، تجري خلفها تهرب منك. فأنا أقول الشهرة هذا اللي يهمني، أنه يا جماعة لا تستعجلوا الشهرة، ستأتيكم طائعة عندما تستقيم أموركم وتكتمل أدواتكم. أما الشهرة أتفق، أما الفلاسفة هذا الموضوع ما علينا، نعم يتفلسفون. وتحياتنا لكل النساء، بنروح إلى فيديو.